السؤال الأول، في أي منطقة يقع معرض بغداد الدولي؟ حي البياع، حي الأعظمية، حي الشعب، حي المنصور. جواب الرابع حي المنصور. حي المنصور جواب صح. شرفت من شي 4 سنين إني يكون، من سنتين إني يكون ضيف شرف بالمعرض. شرف لنا طبعا. سؤال تاني، في أي نادي اشتهر اللاعب كريستيانو رونالدو؟ مانشستر يونايتد، ليفربول، برشلونة، ريال مدريد. جواب الرابع ريال مدريد. ريال مدريد. والله يا دكتور أسئلتك طبعاً طبعاً. معلوماتك الرياضية جيدة يعني. برافو. يلا نحاول. يلا الرياضة فيزياء. جواب صح. السؤال الثالث، شاعر عربي تعد قصائده الأكثر شهرة في الغناء العربي. محمد مهدي البصير، نزار قباني، بدر شاكر السياب، محمد سعيد الحبوبي. جواب الثاني نزار قباني. نزار قباني ملأ الدنيا صح بالقصائد، كبار المطربين غنوا له. الجواب صح. السؤال الرابع، ما هو العنصر الذي لو وجد في الحليب لأصبح الحليب الغذاء الكامل؟ الرصاص، الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم. جواب الثالث الكالسيوم. الحليب. لو ما هو العنصر الذي لو وجد في الحليب لأصبح الحليب غذاء كامل؟ حديد. جواب الثاني يعني بدك تفكر منطقيا، يعني قلت لي الكالسيوم، هو الحليب بيعطوه للأطفال مشان الكالسيوم. جواب الثاني الحديد. حديد. حديد. ما في حديد. جواب صح. وصلت إلى المليون، هلأ دخلت بالمرحلة الثانية.